وسهلا فيكو في بودكاست جديد من قناة دليل سلوفينيا. والله اليوم البودكاست هذا يمكن يعني شوي مسخرة، ولكن يعني هي قصة فعلا صارت ولازم أحكيها. طبعا في أول سنوات حياتي، هان أول ما جيت لسلوفينيا، كان يعني اشتغلت ك يعني عامل اجتماعي في بيت اللاجئين. كنت أترجم لهم، أجيب لهم أكل، أساعدهم، يعني شغل مع اللاجئين الجدد. طبعا المجموعة اللي كنت أشتغل معها من الشرق الأوسط، يعني ومن دول اللي هي الإسلامية. كان في عندي اللي هو ناس من أفغانستان، كان في ناس من الصومال، وكان في ناس من العراق، كان في ناس من سوريا، وكان في ناس من إيران. طبعا احنا موضوعنا بس بحكي على واحد من ايران. تعرفوا انه بدك انت لما تقدم لجوء بده يكون في سبب مقنع للدولة حتى انه يقبلوا اللجوء بتبعك. فمثلا العراقيين بسبب الحرب، في كان واحد عراقي، كان اظن كان عندنا يعني واحد عراقي يهودي، كان يعني في عندهم مشاكل في العراق. كان في عراقيين اللي هم بسبب انهم سنة، مثلا لما كانت المشاكل بين الشيعة والسنة، كان في اللي هو ناس عراقيين ايام داعش واللي هي التنظيمات الارهابية. المهم كانت داعش في بداياتها لسه، يعني هذا الكلام اللي بحكي فيه قبل 7 8 سنوات، يعني لسه في بداية تأسيسها. في ناس كانت تيجي وتاخذ لجوء لأنه شاردين من تنظيمات إرهابية. كان في عنا ناس اللي هم من أفغانستان، ناس من باكستان. الباكستانيين في منهم ناس كانت تدعي إنهم هم أفغان، يعني في ناس باكستانيين بيقول لك يا عم أنا كنت أشتغل مثلا مع الأمريكان، أو مشاكل مع اللي هو طالبان في بعض الأقاليم القريبة من أفغانستان. فالمهم احتكاكي مع الناس هدول من خلفيات مختلفة، يعني صار في عندي كيف بيقولوها انه صار عند الواحد يعني خبرة كبيرة، وكأنه سافر هالبلدان هذه. تعلمت بعض الكلمات الجديدة، كان في اللي هي يعني أكلات جديدة كنا ناكلها، يعني كان في أجواء كثير يعني رائعة وذكريات جميلة يعني ما بنساها، لأنه كنت في بيت اللاجئين كنا نصلي مع بعض. كان مثلا أرتب أحيانا بعض الأحيان إفطارات، أشياء زي هيك إلهم، ملابس، لحم الأضاحي كنا نرتبه إلهم. يعني أيام رائعة جدا، يعني فعلا والله أيام رهيبة جدا. في كان مكتب للمحامية، أنا بذكر اسمها، كان هي بتشتغل في الإجراءات القانونية تحت. طبعا بسمع مثلا قصص اللي هم لما اول ما بيجي الشخص، تمام، بمسكوا الشرطة، وين هويتك؟ ما معي هوية. طيب بدك تقدم لجوء ولا هاد؟ بيسألوه. اذا بده يقدم لجوء بيجيبوه على بيت اللاجئين، ما بده يقدم لجوء بودوه على حبس او سجن في مدينة اسمها بوستوينة. وهذا السجن رحت انا ترجمت لناس برضو، كنت اودي لهم بعض الاشياء، دخان، سجاير، ما بعرف شو كذا، يعني ناس من العراق. بتذكر كانت في قصة كنت واحد أساعده من العراق. ف المحامية هذه بعد ما الناس بيقدموا طلب اللجوء، هي بتستلم الملف تبعهم، وهي بتصير تتابع لهم أمورهم مع الدولة. كل شخص بيكون مسؤول عنه في اللي هو انسبكتور، او بيقولوها بالسلوفيني انسبكتور، هو انسبكتور يعني او مفتش. مفتش هذا بصير يطلب منه اوراق، اثباتات، اشياء زي هيك. طبعا معظم الناس اللي انا اشتغلت معهم الحمد لله، يعني بقدر احكي الان بعد مثلا 10 سنوات او 11 سنة من ما انا بعرف بعض الجماعات هذول، تمام. يعني حتى في ناس بعرفهم قبل ما اشتغل في بيت اللاجئين، يعني ناس اجت ودخلت لسلوفينيا واخذوا اللي هي جنسيات واخذوا اوراق وامورهم تمام 100%. يعني معظم الناس اللي اشتغلت معهم سواء اثناء وجودي في بيت اللاجئين او قبل بيت اللاجئين، الناس اللي شفتهم قدموا لجوء في سلوفينيا واستقروا يعني اخذوا اوراق وامورهم كلها كانت 100%.
كان في عندنا اللي هو يعني واحد إيراني، فالإيراني هذا قدم طلب، ولكن إيران ما فيش فيها حرب، تمام؟ إيران ما فيها حروب، حتى إنه ال يعني إنه يعني قدم عذر كافي للدولة. مثلا في ناس، حتى كان عندي مصريين وسودانيين وهذا، السوداني كان ممكن ياخذ، صعب طبعا، ولكن كان ممكن ياخذ. المصري اكيد صعب جدا انه ياخذ. في واحد مصري قدم على اساس انه هو عنده دم، يعني انه في بينه وبين ناس عائلة في مصر في اللي هو دم، انه صعيدي وعنده مشاكل دم. الراجل هذا كان طبعا محترم جدا وكذا، يعني من اظن انه خريج حتى من الازهر يعني، ولكن بعد فترة يا حرام يعني حالته تدهورت. يعني تفاجأت انه هو يعني صار يتعاطى مخدرات وكذا، ما بنعرف ايش اللي صار له، ومش معناته انه هو انسان سيء، ما بنعرف الظروف اللي مر فيها. لكن هذا الشاب اللي بذكره ما بعرف اذا هو اعطوله اوراق ولا لا، بس اظن انه يعني اخذ رفض. وسمعت انه كان في عنده يعني كانت حالته النفسية صعبة وصار يتعاطى مخدرات. الشاب الإيراني ما عندوش اللي هي لا أعذار يعني قوية، ما عندوش يعني لا مثلا قصة، حتى قصص مثلا انه انا في عندي دم او انا مشاكل سياسية او كذا، صعب يقبلوها. مع انه في كثير ناس مضطهدين يعني في إيران، يعني في عندنا ناس كانوا اجوا من منطقة الأحواز او الأهواز. انا اصلا يعني قبل شغلي مع الناس هذولا ولا بعرف حاجة اسمها الأهواز، ولا بعرف مين هم أهل الأهواز، ولا بعرف إنه هذه المنطقة عربية وفيها قبائل عربية موجودة ومحتلة من إيران. كان عندنا أجا شاب، تمام، هو ما طول وما بعرف إيش صار على موضوعه. هو كان عنده جواز سفر إيراني، بس هو قوميته عربي، تمام. هذا أنا ما عارف إيش صار في قصته، تمام. هو كان حرامي كبير يعني، بس كان حرام كبير يعني والله بذكر. وبس كان هو زي مين، زي جماعة يعني زي جماعة هذا ايش اسمه، روبن هود. يعني هو بيسرق من كان يروح في سوق كبير اسمه شبار او سبار، مشهور في النمسا وفي في سلوفينيا. هو كان يروح يكون لابس جاكيته اللي هي فضفاضة، ويعبي من كل ما تشتهيه اللي هو النفس، لحوم، لانشون، جبن، خبز، كذا. هم كان عندهم أكل في بيت اللاجئين، يعني مش ما عندهم، ولكن هو كان يعني بده أكل أفضل، فكان يجيب ويطعمي اللي هم الجماعة كلها. هذا كان من إيران، ولكن فعلا كان يعني الأهواز، أهل الأهواز، يعني أنا لو مفتش أنا بعطي لهم إقامة في سلوفينيا، لأنه مضطهدين فعلا يعني. مش انه يعني انا ضد الاضطهاد بشكل عام يعني، لكن ما بعرف ايش صار معاه. راح ضل يعني، هذا المثال من ايران. بعرف انه هو كان عربي وفي مشاكل عنده في منطقة الاهواز، ما بعرف هل اعطوله اقامة، ما اعطوله، راح سافر، ما بعرف. بعرف بس وضع الايراني هذا اللي انا لقيت بحكي عنه، هو ما عندوش مشاكل يعني، لا هو من الاهواز ولا هو في حروب ولا في مشاكل سياسية ولا كذا، فبده يخترع سبب. بده ايش؟ يخترع سبب. انا وانا بحكي بتذكر بعض الاشياء، عشان هيك بفضفض في الحكي. ف السبب اجا قال للجماعة اللي هم هناك، اول ما مسكوه قالوا له بدك تقدم لجوء؟ قال اه بدك تقدم لجوء. ايش السبب؟ قال لهم انا لوطي. طيب، قال لهم انا جي. بالمغربي او الجزائري زامل. زامل، يقولوا زامل. طيب ماشي، هذا الزامل او اللوطي الجي، تمام، كان فرحان طول الوقت والله. انا كنت امر عليه اشوفه، هو قال لك انا انتصرت خلاص، راح اخذ الاقامة. طبعا انا بيحزنني انه هو يعني انه
يعني ما في إنسان يعني بيروح بينزل للمستوى هذا من إلا بيكون في أكيد أسباب. يعني ما أنا ما يعني كيف أنا مش هان عشان أحكم عليه، تمام؟ هل إنسان سيء مش إنسان سيء، كل إنسان، تمام، بعتبر أنا هو يعني كل إنسان يعني ربنا خلقه إنسان تجربة فريدة من نوعها، وبعتبر إنه كلنا كويسين وكلنا فينا خير، كل إنسان في موجود عنده الخير وعنده الشر. لكن القصة هذه هي للضحك شوية، فمش الضحك على الشخص، الضحك على تفاصيل القصة. من كل ما بتذكرها والله يعني بضل أضحك. ف هو كنت أمر عليه، كان مبسوط وفرحان ومش عارف إيش، قال لك الآن يعني خلاص. راح هو قال لهم إنه أنا في إيران لو مسكوني إعدام، اللي هو آية الله خميني، عنده قوانين خميني ولا خامنئي هذا اللي موجود الأخير، إنه عندنا اللي هي ولاية الفقيه، وعندنا اللي هو المعممين اللي هم الشيوخ بتوعنا والإسلام بشكل عام، مش بس شيوخنا، تمام. أنا على فكرة يعني ما عندي إشي ضد الشيعة ولا سنة، ولا بحترم الكل وأتمنى اللي هو الخير للجميع، ولكن هو حسب ما حكى لهم، قال لهم إنه إحنا عندنا المذهب الشيعي معممين، هذول الأئمة مش عارف هم بيعدموا اللي هم اللوطيين، ومش مسموح باللواط في إيران. مضت فترة، هو يأكل يشرب يطلع ينزل كذا، تمام. طبعا المكان اللي موجودين فيه اللاجئين كله كاميرات، تمام، والمنطقة اللي بتجمعوا فيها بروحوا فيها اللاجئين وين بروحوا؟ كانوا بروحوا يسهروا ويسكروا ويلعبوا مع في ميتلكوفا، في منطقة اللي هي منطقة ميتلكوفا هذه، أنا بسميها يعني مزحا بسميها اللي هي مرتع الشيطان أو مدينة الشيطان في لوبليان. هي عبارة عن مكان صغير، راح أخصص حلقة كاملة عنه، راح أحكي عنه، بس مكان هذا فيه ديسكوهات وفي اللي هو أعمال فنية وأشياء زي هيك، في أعمال إبداعية وأعمال غبية، ويعني في كل أنواع الإبداع، السيء والجيد. فهذا بيروح طبعا زيه زي الشباب، زيه زي الطيب، زي فرمان، زي الناس اللي راح أذكر أسمائها برضو في قصص ثانية. هذا بيروح طبعا على هناك على الديسكوهات، وفي رقابة، يعني الشرطة موجودة في كل مكان، تمام، بالأخص اللي هم المهاجرين واللاجئين، لأنه هو فعليا لسه ما عندوش أوراق، هم بعطوله بس بطاقة إنه يمشي يتحرك فيها. هو فعليا أندر أريست، يعني تحت القبض، يعني مقبوض عليه، ولكن حر انه يتحرك داخل اللي هو سلوفينيا، ويرجع في الليل ينام في بيت اللاجئين. يعني في الليل لازم يرجع ينام في بيت اللاجئين، وما عندوش تصريح يشتغل وكذا، في اول ما بيجوا ما عندوش تصريح انه يشتغل. فهذا اللي هو الشاب الايراني، الله يستر عليه، يعني ف بيروح طبعا على الديسكوهات وكذا، وبي بي بي هناك بيعزم بنات تشرب بيرة كذا، يعني مبين انه هو ستريت، يعني انه هو مش جاي، مش لوطي، لكن يعني انه بس بنات. فالمهم طبعا الدولة هنا ما بتتعامل انه بس زي ما بيقولوها السلوفان ريك لا كازا، يعني شافت اللي هي شافت وورت، او بس واحد شاف وورى، او يعني انه شاف وقال لحدا تاني، لا ما بتعاملوا انه هم بتعاملوا بالقانون. فاجا موعد انه البث في قضيته، طلبوا منه اثبات انه هو يعني لوطي، قال لهم يا عم انا لوطي، ايش بدكم اثبات؟ قالوا له لا احنا في عندنا اثبات بطريقة مختلفة. فاثبات بطريقة مختلفة، عملوا له فحص، اظن اخذوا منه مسحة أو إيش زي هيك، مسحة شرجية، أو عملوا له فحص، ما بعرف يعني كيف في هذا، وأنه هو ادعى أنه هو يعني في اللواط ادعى أنه هو الأنثى، يعني أو اللي بيمثل دور الأنثى. يعني أوكي ماشي، موضوع شوي مقرف ولكن لازم أحكي. أخذوا منه مسحة أو جابوا له، ما بعرف، عملوا له فحص، فالدكتور بعد ما طلع قال له لا أنت
انت عذراء. ما بعرف كيف اقول انت اعذر ولا عذراء. عذراء يعني انه انت مش باقي، مش ممارس الجنس، وال قدم اعتراض صاحبنا ومش عارف ايش، وراح لقى واحد سلوفيني او ما بعرف ونام معاه، قدم اعتراض، عمل له فحص مرة ثانية، قالوا لا انت مرة واحدة او كذا، يعني هذا جديد انت عامل الشغلة هذه، يعني قبل هيك ما كانش. في عندهم طريقة معينة، بفحصوا الدي ان ايه، بياخذوا يعني بي بي بياخذوا فحوصات من المنطقة هذه، انا ما بعرفها، لو في حدا عنده خبرة في الموضوع هذا يحكي لنا على ال. وللأسف صديقنا خسر مؤخرته، بديش اقول طيزو، هيني قلتها، خسر طيزو وخسر الإقامة، خسر الإقامة وما أخذ ولا حاجة. وظلت هذه القصة، يعني هو يعني عمل إقامة في راسي والله، يعني ما يعني خسر إقامته في سلوفينيا بس عمل إقامة في راسي أنا، يعني قصته ما رضيت تطلع من راسي. يعني هاي قديش مر عليها، 7 سنين 8 سنين، انا والله ناسي اصلا متى اشتغلت في بيت اللاجئين، كلها قصص قديمة قاعد بحاول انه اطلعها حتى انه الناس تضحك شوي يعني. ف المهم شكرا لكم على المتابعة، وكل واحد يعني يحافظ على مؤخرته وما تبيعوا مؤخراتكم يا جماعة، لانه الاقامة في اوروبا والله ما هي مستاهلة.